بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. نكمل من حيث وصلنا في الحديث الذي بدأناه أمس من مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله، الذي هو مختصر صحيح البخاري. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، هذه العبارة ثم يفرغ الله، هذه من حيث المجاز لا تحمل على ظاهرها، يعني على الحقيقة ليست هكذا. إذا عم نحكي عن إنسان ثم يفرغ من هذا العمل فينتقل إلى عمل آخر، هذا وصف للمخلوق، لكن بالنسبة لله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذه العبارة ليعطينا معنى أن الله تعالى حاسب العبادة، والله إذا حاسب العباد لا يشغله شأن عن شأن. أنت بتكون عم تشتغل بشغلة، ما فاضي تشتغل بشغلة تانية، ما قادر تشتغل شغلتين مع بعض، فتنتهي حتى تفرغ من هذه ثم تنتقل إلى تلك، لأنك مخلوق، لأنك عاجز. أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن. إذا كنت تقرأ في الكتاب، وأنت تقرأ في الكتاب لا تستطيع أن تفعل شيئا آخر، كأن تطبخ مثلا أو تحتطب. فإذا كنت في عمل، هذا العمل الذي أنت فيه يشغلك عن عمل أمر آخر. أما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، فيكون معنى ثم يفرغ الله هذا مجاز، عبارة عن إتمام الحكم والقضاء، يعني إتمام حساب العباد. نعم. وقضي الأمر ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل. قبل هذا، يعني بعد أن يفرغ الله تعالى، يعني بعد أن ينتهي الحساب، هذا معناه، بعد أن ينتهي الحساب هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. نكمل. ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا إلى الجنة. هذا من المسلمين، هذا عذبه الله، أدخله الله النار بسبب ذنوبه، فعذب في جهنم ما شاء الله له أن يعذب، المدة التي شاء الله تبارك وتعالى. ثم هذا يكون آخر المسلمين الذين دخلوا النار بذنوبهم خروجا من النار، آخر من يخرج من النار من المسلمين. أما الكفار فلا يخرجون منها، مؤبدون فيها إلى أبد الآباد، لا يتوقف عنهم العذاب، بل لا يخفف حتى عنهم العذاب. ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. آخر أهل النار يعني من المسلمين دخولا الجنة. نعم. مقبلا بوجهه قبل النار، وفي بعض النسخ مقبل قبل النار، يعني جهة النار، وجهه جهة النار. نعم. ف
فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. اصرف وجهي. فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها. في بعض النسخ فقد قشبني ريحها بدل قد فقد بزيادة هذه الفاء. قشبني ريحها يعني آذاني ريحها، هذا الريح الذي يأتي من النار. هذا الرجل يقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها أهلكني أحرق. نعم كمل. وأحرقني ذكاؤها. نعم في بعض النسخ أحرقني ذكاها، ذكاها، وهنا ذكاؤها. ذكاء النار لهبها واشتعالها، معناه أحرقني لهبها واشتعالها. نعم. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ يعني الله تعالى يقول له إن أعطيتك طلبك حولت وجهك عن النار إن فعل بك ذلك هل تسأل غير هذا؟ خلاص تكتفي بهذا؟ يعني الله تعالى يكلمه بما يفهم منه هذا الرجل هذا المعنى، يسمعه الله تعالى ما يفهم منه هذا المعنى مما عبر لنا به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هل عسيت إن فعل بك إن فعل ذلك بك، يعني إن أعطيتك ما طلبت هل ترجو أن تسأل غير ذلك؟ هل تطلب غير هذا؟ أنت طلبت أن أحول وجهك عن النار تكتفي بهذا؟ يعني لا تسأل غيره. نعم. فيقول لا وعزتك. يعني يقول لا وعزتك، وحقيقة لما قال ذلك كان صادقا، لأنه هذا الذي يشعر به الآن من الشدة، وجهه إلى النار، النار تلفح وجهه، تحرق وجهه، قلنا إلا أماكن السجود، إلا أماكن السجود، هذا إن كان من المصلين. فيقول لا وعزتك، يعني لا أطلب غير هذا. فيعطي الله، فيعطي الله ما شاء، ما يشاء، ما يشاء من عهد وميثاق. يعني هو يعطي الله تعالى المواثيق والعهود، هذا الإنسان يعطي ما يشاء، يعطي الله تعالى ما يشاء، يعني ما يصدر عنه، عن هذا الإنسان من عهد، من يمين، من قسم، وميثاق. ففي بعض النسخ يعطي ما شاء، في بعضها يعطي ما يشاء. فيعطي الله، يعطي هذا الرجل الله تعالى ما يشاء هذا الرجل من عهد وميثاق، من يمين، من أيمان. نعم. فيصرف الله وجهه عن النار. فيعطيه الله تعالى طلبه مراده، يصرف وجهه عن النار. نعم. فإذا أقبل به على النار، على الجنة، رأى بهجتها. يتحول، يحول الله وجهه عن النار فيصير مقبلا بوجهه على الجنة، يعني الذي يرى الجنة يكتفي فقط بتحويل وجهه عن النار. فيصرف الله وجهه عن النار فيصير مقبلا بوجهه على الجنة. نعم. فإذا أقبل، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها
سكت ما يعني رأى حسنها، رأى نضارتها، يعني طلب من الله شيئا فأعطاه، فلما أعطي ما طلب رأى الجنة، أقبل بوجهه على الجنة. شو بده يطلب فسكت، يعني كالخجلان بعد بده أطلب فسكت هذا الإنسان. نعم، فسكت سكت ما شاء الله أن يسكت، سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. ما قال يا رب أدخلني الجنة. شوفوا قديش كيف كان وضعه، قديش كان وبأي عذاب. رضي أن يحول وجهه عن النار من شدة ما كان فيه من العذاب، وعذابه ليس كعذاب الكفار، أهون بكثير من عذاب الكفار. كان مسلما لكن كان مسرفا على نفسه كثير الذنوب، مات بلا توبة، وشاء الله أن يعذبه. كان طلبه أن يحول وجهه عن النار، فلما حول وجهه عن النار أقبل على الجنة، رأى الجنة، رأى بهجة الجنة، رأى نظرتها. طيب ما معنى حول وجهه عن النار؟ إذا كان هو في النار كيف بده يتحول وجهه عن النار؟ معناه أخرجه الله من النار وبقي وجهه قبل النار. معناه أخرجه الله من النار وبقي وجهه إلى النار تلفحه. شوف قديش الشمس بعيدة عنا في الدنيا، وإذا سلط الله حرارتها علينا شو بصير فيه؟ تلك نار جهنم، غمسة واحدة فيها تنسيك كل نعيم تنعمته في الدنيا. هذا أخرجه الله من النار لكن ما أدخله الجنة بعد، وبقي وجهه إلى النار، فطلب من الله تعالى أن يحول وجهه عن النار، فأقبل بوجهه إلى الجنة، فرأى حسنها ورأى جمالها ورأى نظرتها. فأراد أن يتقرب أكثر. تفضل. فيقول الله له أليس قد أعطيت. قبل هو ماذا قال؟ يا ربي قدمني عند باب الجنة. وبعيد عن باب الجنة لكن خرج من النار، رأى الجنة، الله تعالى أراه الجنة من مكانه، مكان هذا الشخص تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها. نحن نحمد الله تعالى، وهذا من فضل الله علينا، أن قلوبنا تعلقت بالجنة من غير أن نراها، لأننا صدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر به. فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما جاء به الرسول وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. نحن سلمنا، قبلنا وسلمنا، ولو لم نرى الجنة فكيف لو رأيناها؟ الله يجعلنا مما يدخلها من غير سابق عذاب. قال يا رب قدمني عند باب الجنة، ما طلب دخول الجنة. يا رب قدمني عند باب الجنة. نعم، فيقول الله له، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ في بعض النسخ أليس قد أعطيت العهود والميثاق بدل والمواثيق ألا تسأل غير ذلك، غير ما سألته، الذي سألته
أعطيتكه وأنت أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غيره، ألا تطلب غير ذلك. نعم. فيقول، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، معناه يا رب أنا لا أريد أن أكون أشقى خلقك فأبقى في النار، أريد أن أخرج منها إلى الجنة، يا رب لا تبقني خارج الجنة، مش بس لا تبقني في النار، بعد لما شاف الجنة قال يا رب لا تبقني خارج الجنة. نعم. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره. يعني كأنه يقال له ما الذي يضمن أنك إن أعطيت هذا لا تسأل غير أن لا تسأل غيره؟ إذا أخذت هذا حصلت على مرادك وقدمتك عند باب الجنة، هل ستسأل شيئا آخر؟ لاحظوا كم سؤال، يعني كان يقول لا أسأل بيرجع يطلب، لأن الله تعالى إن لم يلجأ الواحد منا إليه لمن يلجأ؟ إن لم نلجأ إلى الله لمن نلجأ؟ الأم تمل من كثرة طلبات ولدها، والله لا يمل من عبده، الأم تمل. سبحان الله العظيم. نعم. فيقول، فيقول يا ربي لا وعزتك، هكذا في بعض النسخ يا ربي، فيها عبارة يا ربي، وفي نسخ البخاري ليس فيها هذه الزيادة يا ربي لا وعزتك، إنما فيها لا وعزتك من غير كلمة يا ربي. نعم. يا ربي لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق. هو هذا يعطي ربه، يعني يقسم أنه لا يسأل غير ذلك من أيمان ومواثيق وعهود. نعم. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وجمالها، يعني نعم، وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء فيسكت الله، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. شو بدي أقول؟ شو بدي أقول؟ يعني مثال للتقريب، لو أنت موظف مدير الشركة يعطاك زودي، لقيت انه عنده الاستعداد بعد يعطيك، تطلب ولا ما بتطلب؟ تستحي تسكت فترة، بترجع تطلب زودي ثاني، بترجع تسكت، بترجع تطلب زودي ثالثة، لأنه هو كمان كريم ويعطي، فكيف بأكرم الأكرمين؟ كيف بمالك الملك؟ سبحان الله العظيم. فيسكت ما شاء الله أن يسكت. نعم. فيقول يا ربي أدخلني الجنة، خلص يعني أدخلني الجنة يا ربي، أدخلني الجنة. الله أكبر. طيب يعني واحد عند باب الجنة شو بدي يطلب من رب العالمين؟ نعم. فيقول الله ويحك يا ابن آدم، ويحك، بدنا ننتبه في كلمتين باللغة، واحدة تستعمل للرحمة واحدة لا تستعمل للرحمة، ويحك للرحمة، ويلك ليست للرحمة. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذه ويح هنا للتحنن للرحمة. فيقول ويحك هي كلمة رحمة وإحسان، أما كلمة ويلك فهي كلمة للهلاك، الويل معناه الهلاك الشديد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي هؤلاء مستحقون للهلاك الشديد، ويل لكل همزة لمزة،
الويل معناه الهلاك الشديد، أما ويحك هذه كلمة رحمة وإحسان. نعم. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ما معنى هنا ما أغدرك؟ معناه ما أتركك للعهد والوفاء. أليس أعطى عهودا ومواثيق ثم انقلب لم يلتزم، عاهد الله على أن لا يطلب شيئا لكن ما وفى بما عاهد عليه الله. نعم. فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. نعم. أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك. جاء في هذه الرواية هذا اللفظ لكن الذي سيذكره، لكن هذا لا يحمل على ظاهره، له معنى. الله تعالى لا يوصف بصفات البشر، لا يوصف بصفات المخلوقين. هذه العبارة في لغة العرب تطلق على معنى غير المعنى الظاهر، والمعنى المراد بها في هذا الحديث هو غير المعنى الظاهر. بدنا ننتبه. ولا يقال هذه صفة لله، ولا يقال هذه صفة لله، إنما لها معنى. نعم. تفضل. فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه. الضحك إذا أضيف إلى الله تعالى لا يكون معناه كما لو أطلق على المخلوقات. إذا أطلق الضحك على الإنسان معناه في كسر الأسنان، في انفعال نفساني، في أشياء من صفات المخلوق. الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه يقول الضحك إذا أضيف إلى الله تعالى فمعناه الرحمة الخاصة، معناه الرحمة الخاصة. هكذا أوله البخاري، وبعض أهل العلم قالوا الرحمة الضحك هنا معناه الرضا، كما في الحديث الذي فيه عن زينك الصحابيين، الصحابي والصحابية اللذين أرسل إليهما النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا يبيت عندهما، وهم فقراء وكانا فقيرين ولهما أولاد صغار، الأم نيمت الأولاد وعملت طعاما لا يكفي إلا لهذا الضيف، وجلسوا هي وزوجها وهذا الرجل الضيف وأطفأت النور، فصار هي وزوجها يحركان يديهما يوهمان الضيف أنهما يأكلان معه ولا يقرب الطبق حتى يأكل هو. شوفوا الإحسان لوين، نيمت أولادها وعملت حالها هي وزوجها عم يأكلوا حتى ما الضيف ما يخجل حتى يأكل. في الصباح لما ذهب الرجل مع ضيفه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال له عنه عن زوجته لقد ضحك الله الليلة من فعلكما، أي رضي عنه وأثابكما عليه، أي رضي عنه وأثابكما عليه. فإذا هنا الضحك
معناه الرحمة الخاصة أو معناه الرضا. ورضا الله تعالى لا يكون على معنى الانفعال والتغير وكسر الأسنان، لا، مما هو من صفات المخلوقات. ما بدنا ننسى أبدا كل ما مر معنا آية أو حديث ظاهره أو ظاهرها يوهم مشابهة الله بخلقه، بدنا نرجع للآية المحكمة: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأن القرآن يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. فما ترتبك، ما تسكر كابك، ليس كمثله شيء. تقرأ أن سيدنا إبراهيم قال في القرآن: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، معناه إني ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي أن أذهب إليه، حيث أعبد الله تبارك وتعالى. هذا معناه، ليس معناه أن الله ساكن في فلسطين وذهب ترك مصر وذهب إلى فلسطين. إني ذاهب إلى ربي. فأنت إذا بتشوف واحد مثلا مسرف على نفسه بتقول له ارجع إلى الله، عد إلى الله، مش معناها عد إلى المكان الذي هو مكان لله تعالى، لأن الله منزه عن المكان. لغة العرب تحتمل هذه المعاني. كما في حديث المعراج، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين صلاة له ولأمته، ثم لما رجع من المكان الذي سمع وهو فيه أمر الله تعالى بهذه الصلوات الخمسين، التقى بسيدنا موسى فسأله سيدنا موسى عن ذلك، قال: افترض الله علينا خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ارجع إلى ربك يعني ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه أمر الله، فاطلب من الله تعالى وأنت في هذا المكان والله موجود بلا مكان أن يخفف عن أمتك. فبقي عليه الصلاة والسلام يعود إلى موسى ويرجع إلى ذلك المكان يسأل الله التخفيف، حتى جعلها الله خمس صلوات في اليوم والليلة بثواب خمسين صلاة. هذا هو المعنى. اللي تعلم التوحيد والتنزيه وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، مهما قرأ من هذه الأحاديث أو الآيات المتشابهات يثبت على تنزيه الله تبارك وتعالى، يثبت، لا يتزحزح عن ذلك. لأن الذي يميل عن التنزيه إلى التشبيه يرد عليه فورا، يقال له: أنت شبهت الله بخلقه، أنت مثلا قلت الله جسم وهذا المخلوق جسم، لما هذا الجسم يستحق أن يعبد بينما هذا الجسم لا يستحق أن يعبد بزعمك؟ هذا جسم وهذا جسم، كيف استحق هذا بزعمك أن يعبد ولم يستحق هذا الجسم أن يعبد؟ وكلاهما جسم، ما الذي ميز هذا الجسم عن هذا الجسم؟ فالله تعالى ليس جسما بالمرة، ليس كمثله شيء. فهذه العبارات التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ظاهره يوهم خلاف العقيدة الصحيحة، ظاهره ليس معناه أن ليس لها معنى آخر يوافق اللغة العربية ويعطي معنى التنزيل، لا، لها معنى آخر. قد يسأل سائل: طيب النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، وهو وصفه الله تعالى في القرآن بأنه رؤوف رحيم، لما استعمل هذه العبارات ولم يستعمل ما هو أبسط منها حتى لا يتوهم متوهم ما لا يليق بالله تعالى؟
نجيب بسؤال آخر، لما جعل الله تعالى القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات؟ ابتلاء من الله تعالى، ابتلاء من الله تعالى. كما أن القرآن وحي من الله تعالى، والحديث أيضا وحي لكنه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة، أي بالحديث، كما ينزل علي بالقرآن. إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. قد واحد يسأل: طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ليس على وجه الاعتراض إنما على وجه الاستفهام، لما لم يستعمل ألفاظا وعبارات يعني بحيث لا يتوهم الشخص منها معنى فاسدا؟ الجواب: هذا ابتلاء من الله. اللي آمن بليس كمثله شيء وآمن ولم يكن له كفوا أحد وآمن فلا تضربوا لله الأمثال، آمن وفهم المعنى تماما، لا يتزحزح عن ذلك إذا مرت معه آية متشابهة أو حديث متشابه، ما بيتزحزح. يا لطيف، هذا عم بقول لك فلان انه هذا حديث رواه البخاري، شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعمل؟ بعض الناس هيك لسان حالهم. شو بدك تعمل؟ انت تؤمن بالذي ليس كمثله شيء. عندك واحد من امرين، يا اما هذا الحديث غير صحيح، يا اما هو صحيح وله معنى غير المعنى الظاهر. بس في كتاب يعني اللي عنده هيك همة أنصحه باقتنائه، اسمه مشكل الحديث. مشكل مش انه اثنين عم يتخانقوا مع بعض، عملوا مشكل، ما يشكل ظاهره، المعنى الظاهر يشكل. هذا الكتاب لابن فورك، ابن فورك تلميذ الإمام أبي الحسن الأشعري، كتاب جزء واحد اسمه مشكل الحديث، يتناول عددا من الأحاديث التي ظاهرها يوهم أن الله يشبه خلقه فيعطيها المعنى اللائق بالله تعالى. يقول لك لا، في لغة العرب يأتي كذا بمعنى كذا فيكون المعنى هنا كذا. هذا ليه عملوا هالكتب هؤلاء العلماء؟ رحمة بنا. ولا سيما بعد ظهور هذه الفرق الضالة كالمشبهة، الذين يأتون إلى الآيات المتشابهات فيواجهون العامية بها. يقول له: أنت ما بتقول الله ساكن بمكان؟ أليس الله قال: وهو الذي في السماء إله؟ أأمنتم من في السماء؟ بيضيعوا لهذا العامي، بيضيعوا. بس اللي تعلم عند أهل السنة، لو قال له الوهابي مثلا: الله قال أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ من الذي خلق السماء؟ هو الوهابي نفسه بيقول لك الله. بتعرف يعني عبارة الله خلق السماء؟ لما تقول أنت الله خلق السماء، تعرف ما معنى هذه العبارة التي تنطق بها؟ معناه أن السماء لم تكن موجودة قبل أن يخلقها الله، ما كانت موجودة، لكن الله تعالى موجود. كان موجودا في سماء ولا بدون سماء؟ بلا سماء. طيب خلق السماء، يتغير؟ لو كان يتغير لاحتاج إلى من يغيره. هل يحتاج الله إلى غيره؟ لا يحتاج. إذا ما معنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟
معناه الملائكة الذين هم في السماء، معناه الملائكة أن يخسف بكم الأرض، يعني بأمر الله تعالى هؤلاء يخسفون بكم الأرض. كما في الحديث الآخر ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. طيب ما معنى ينزل؟ هل يحمل النزول هنا على نزول النقلة، أن الله في جهة فوق ثم ينزل من جهة فوق جهة العرش إلى السماء الدنيا ثم يصعد؟ لا، لأن الانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق، والذي يكون في مكان هذا المخلوق والذي خلق الأماكن كلها هو الله تعالى. قبلها كان موجودا بلا مكان، وبعد أن خلق الأماكن لا يتغير، ما زال موجودا بلا مكان. طب من الذي ينزل؟ العلماء يقولوا وخير ما فسرته بالواردي، خير ما تفسر الحديث بالحديث. في هذا الحديث في رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه إذا مضى الشطر الأول من الليل أمر الله مناديا. من هذا المنادي؟ ملك من الملائكة، فيقول مبلغا عن الله تعالى هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث فسر الحديث، فالحمد لله تعلمنا عقيدة أهل السنة والجماعة نثبت عليها مهما مر معنا من أحاديث متشابهة أو آيات متشابهة، لا نتزحزح عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بالقرآن وحيا من الله تعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام هم من نقل إلينا هذه الأحاديث، لكن ما زاغوا، لأنهم فهموا معنى ليس كمثله شيء، وكانوا أهل لغة وأهل فصاحة. نحن نحتاج أن نبسط العبارة وأن نفهمها حتى نؤكد للمستمع على العقيدة الحقة، أمر العقيدة الحقة، لترسخ في أذهان الناس بأنه لا يجوز نسبة ما لا يليق بالله إلى الله تعالى. نحن المخلوقات نوصف بالضحك الذي هو انفعال تغير، بيكون الواحد منا مش عم يضحك بيصير عم يضحك، فيظهر أثر هذا الضحك من فتح الأسنان كسر الأسنان، ببين عليك انبساط الوجه، أنا فرحان. هذه كلها صفة الخلق ليست صفة الخالق، هذه صفة البشر. فإذا الضحك إذا أضيف إلى الله ليس بالمعنى الذي يقال في حق المخلوق. فمعنى هذه العبارة فيضحك الله عز وجل منه، يعني الله تعالى رضي بصنيعه هذا. شو هو صنيع هذا الرجل؟ أنه يحب أن يدخل الجنة، ورد اسمه في الحديث، هذا الرجل آخر من يدخل من يخرج من النار من المسلمين العصاة، اسمه جهينة، اسمه جهينة. نعم تفضل. ثم يأذن له، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته فيتمنى فتع الجنة، شريك دخل الجنة، يقال له تمنى. شو يتمنى؟ شوف يتمنى فيعطى كل ما يتمنى، حتى ما بقى في شيء، يعني ما بقى يخطر على باله شيء يتمناه. في بعض الروايات في بعض النسخ
حتى إذا انقطعت أمنيته تمنى 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 حتى انتهى به الأمل. شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟ ولد صغير مثلا، حفيدك حفيدتك، شو بدي جيب لك أو شو بدي جيب لك من السوبر ماركت؟ شاكلت، وشو كمان؟ وكاندي، وشو كمان؟ وآيس كريم، وشو كمان؟ خلص ما بعد بدك تعطيني؟ بعد بدك تجيب يعني اللي بنفسها أو بنفسه حصلته. فيقال له تمنى حتى يتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته. نعم، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل من كذا وكذا، في بعض النسخ زد من كذا وكذا. الله يذكره بأمنيات أخرى هو اللي خطر بباله تمناه. الله يقول له زد من كذا وكذا، في بعض النسخ تمنى من كذا وكذا. الله تعالى يذكره سبحان الله العظيم حتى إذا انتهت به الأماني. نعم، قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني. يعني كل ما يريده من الأماني، كل شيء طلبه، كل ما تمناه خلص. نعم، قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. هذا الذي طلبته أول مرة وثاني مرة حتى انتهت به الأماني، قال له لك ذلك ومثله معه، لك كل ما تمنيت وزيادة مثله معه. هذه رواية مين؟ أبو هريرة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جالسا معه سيدنا أبو سعيد الخدري. فأبو سعيد رضي الله عنه وافق أبا هريرة في كل ما ذكره حتى وصل إلى هذه العبارة، حتى وصل إلى هذه العبارة لك ذلك ومثله معه. أبو سعيد قال لكن أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ذلك وعشرة أمثاله، مش ومثله، وعشرة أمثاله. أبو هريرة يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول له لك ذلك ومثله معه. أما أبو سعيد الخدري فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله. مين هذا اللي له ذلك وعشرة أمثاله؟ آخر من دخل الجنة، آخر من خرج من النار من المسلمين ودخل الجنة، يعني أقل مسلم، أقل مسلم. الله أكبر، أقل ما يعطاه المسلم في الجنة من النعيم، له مثل الدنيا على عشر أمثالها. سبحان الله. وهناك من هم من أصحاب الدرجات الأعلى، هناك من هو الأكمل والأكمل فالأكمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.